يا اهلا بالفيلمويه. النهارده هنكلمكم عن فيلم الاكشن والاثاره انستابابل، وهو من اصدار سنه 2010. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. فيلمنا بيبدا في سوق لبيع السمك. اتنين من العمال بيوزعوا السمك على التجار في السوق، وفي ناحيه تانية من السوق بيتخانق شخص اسمه كانج مع واحد من التجار اللي في السوق وبيزقه على الارض لانه ما دفعش ايجار المكان. بيتوسل له التجار انه يديله يا عم شويه وقت عشان يقدر يدفع التكاليف اللي عليه، لكنه بيرفض. العمال اللي كانوا بيوصلوا السمك للتجار بيتكلموا عن طريقه معامله كانج للتجار وانه ما بيدفعش ليهم اجرهم على توصيل السمك. بعد كده اتصل شخص اسمه بارك بهيونج عامل التوصيل وبيقول له انه معاه تجار كتير واكتر من 50% من التعاملات في السوق بتتم من خلاله، وعرض عليه نوع من السلطعون واتفق معاه على الصفقة ودفع له يونج كل الفلوس اللي جمعها من تجارة السمك، ووعده ان المبلغ ده هيرجع له في خلال 3 شهور من بيع الكابوريا الملكي. بيروح بعدها يونج يجيب مراته بالعربية من مكان شغلها، وهم في العربية بيقول لها انه قابل بارك وانه عرض عليه مشروع الكابوريا والسلطعون الملكي ده، لكن زوجته ما كانتش موافقة وقالت له لازم تسدد الديون اللي عليك، وفكرته بالمشاريع اللي عملها وخسرها كلها. وخبى يونج عليها انه اتفق خلاص على الصفقة مع بارك ودفع له كل الفلوس اللي معاه. بتروح عصابة لبيت شخص وبتقتحم بيته وبيدخلوا يضربوا الشخص ده عشان ليهم فلوس عنده. حاول زعيم العصابة انه يضربه بحجر على راسه لكنه بيفلت منهم، وفجأة بتدخل بنته البيت وبتلاقي العصابة دي موجودة، فبيضرب زعيم العصابة الشخص ده بسكينة في ايده وبيخطفوا بنته وبياخدوها معاهم. العصابة بتجري بالعربية، بيخبطوا بعربية هيونج من ورا وبينزل عشان يشوف العربية اللي خبطته وبيتوجه ليهم، فبيحاول زعيم العصابة يخبي البنت اللي خطفوها وبيعرض عليه السواق مبلغ عشان تأمين العربية، لكن هيونج بيرفض وبيصمم انه يتصل بالشرطة عشان يبلغ عن الحادثة. بيرمي السواق الفلوس على الأرض وبتشوفه مرات هيونج وبتنزل من العربية وبتزعق للسواق وبتقول له ده بدل ما تعتذر عشان خبطت عربيتنا، وبتصمم مرات هيونج انها تتصل بالشرطة. فبينزل زعيم العصابة من العربية وبينزل السواق وبيضربه وبيأمره انه يعتذر لهم، وبيقول له هيونج انه هيتصل بيه لما ينتهوا من معاملات التأمين. بيروح هيونج لصاحب المكان اللي بيشتغل فيه عشان يطلب منه فلوس، وبيقول لموظفة تديله 2000 دولار وبتقول له لو اخدتهم هتخسر شغلك. وكان هيونج وصاحبه واقفين في محل مشروبات بيتكلم معاه وبيقول له انه فات شهر والسفينة لسه ما وصلتش. بيتصل بيه بارك وبيقول له ان السفينة مشيت في طريق غلط واخترقت الحدود الصينية وحبسوها هناك، ورئيس الدولة بس هو اللي يقدر يحل المشكلة دي. بتروح مرات هيونج المحامية وبتعرف منها قيمة الديون اللي على جوزها وبتحاول تشوف حل لسداد الديون دي. بتروح مرات هيونج للمحل وبيكون هيونج مستنيها هناك وبيعزمها على السلطعون الملكي ده، وبتقول له انها راحت للمحامية وحجز الرهن العقاري بدأ يتطبق وهيحجز على البيت ومش هيعرفوا حتى يدفعوا ايجار الشهر الجاي، والحل انهم يتطلقوا طلاق مزيف. قال لها يونج ان المشاكل دي كلها هتتحل اول ما السفينه ما توصل، واعترف لها انه دفع مبلغ 100,000 دولار مقابل السلطعون الملكي وانه واخد قرض، فكانت متضايقه بسبب الديون اللي هو راكمها عليهم دي. وراح يونج عشان يفاجئها وكان مجهز لها تورته لعيد ميلادها، خرج يقدم لها التورته لقاها سابت المحل ومشيت. بيتصل بيها هيونج عشان يفاجئها وهي مش بترد عليه، وبتبعت له رساله بتقول له انها ركبت عربيه اجره وراحت على البيت. بعدها بعتت له رساله بتقول له فيها انها بتثق فيه، وهي في البيت بيخبط الباب وبيحاول شخص يدخل، قدر انه يفتح الباب ويهجم عليها لكنها هربت منه وجريت على الاوضه وبتقفل عليها باب الاوضه، لكنه بيقدر يكسر الشباك وبيدخل وبيفقدها الوعي وبيخطفها. بيوصل هيونج البيت ومش بيلاقي جيسو مراته، وبيلاقي البيت متبهدل وبيعرف انها اتخطفت، وبيحاول يتصل بيها لكنه بيلاقي تليفونها مقفول، وبيروح هيونج يبلغ الشرطه ان مراته اتخطفت. بعد ما بيطلع من القسم بيتصل بيه شخص وبيقول له انه هو اللي خطف مراته، بيقول له انه عارف انه بلغ الشرطه وقال له انه ساب له كارت بيزنس على ثلاجه بيته وهيقابله الساعه 2 بالليل. بيروح يونج البيت وبيعرف المكان اللي هيقابل الشخص اللي خطف مراته فيه، وبيروح على المطعم اللي مكتوب في الكارت ومعاه صديقه تشون شيك، وبيدخل المطعم لوحده بيلاقي ترابيزه محجوزه باسمه. بعد فتره من الوقت بيرن تليفون موجود على الترابيزه اللي قاعد عليها، بيرد عليه الشخص اللي خطف مراته وبيقول له انه ساب له شنطه من الفلوس مقابل انه يشتري منه مراته، وبيقول له انه طلب منه انه يجي لوحده بس هو ما عملش كده. بيجري هيونج على صديقه شونشيك وبينادي عليه، ركب شونشيك العربيه وجري بيها ورا عربيه تانية، لكنهم اكتشفوا ان اللي فيها مش هو الشخص اللي خطف مراته. بعدها بيروح هيونج لاسم الشرطه ومعاه شنطه الفلوس وبيقول للظابط انه خد شنطه الفلوس دي من الخاطف مقابل مراته، فطلب منه الظابط انه يسيب له الشنطه عشان ياخدوا البصمات اللي عليها ويقدروا يوصلوا للخاطف.
بيروح ينقذ صاحب المكان اللي بيشتغل فيه كانج، بيطلب منه الفلوس بتاعته فبيرفض، وبيطلب من الناس اللي معاه يخرجوا بره، لكن هيونج بيضربهم وبيقدر ياخد فلوسه من كانج. بيروح هيونج وشون شيك لشخص شغال طيار بيعرف الناس اللي بيتاجروا في البشر، وبيدفع له هيونج مبلغ مقابل انه يوصله لمكان مراته. قدر محقق انه يعرف رقم اللوحة اللي كانت على العربية اللي خطفت جيسو، كانت باسم شخص اسمه تشوي مان شيك، وقدروا انهم يوصلوا البيت صاحب لوحة العربية. لما بيسألوا هونج عن لوحة العربية قالوا انه باعها في نادي قمار مقابل 5000 دولار. قدروا يوصلوا لنادي القمار اللي اتبعت في اللوحة. طلب هيونج من صاحبة المكان قايمة باسامي العملاء اللي اشتروا اللوح، لكن هي رفضت وامرت الحراس يقفلوا الابواب، وبيبدأ الحراس في الاشتباك معاهم، لكن بيقدر هيونج يضربهم ويتغلب عليهم. واخد الورق اللي فيها اسماء الاشخاص اللي اشتروا اللوح. اكتشف ان رقم اللوحه اللي بيسال عليها اتباعت يوم 26 فبراير، وقالت لهم صاحبه النادي انهم اشخاص بييجوا من مينا اسمه جانجس يانج، بييجوا كل شهرين او ثلاثه يشتروا اللوح ودواء اسمه لورازيبام، وده عباره عن منشط جنسي، وبتفتكر ان حد من موظفينها استلم منهم بيزنس كارد من فتره. خد هيونج منها الكارت وكان مكتوب عليه المدير بارك ان تشانج، وبيتحرك على العربيه وبيروح لحانه صاحبها الشخص اللي اسمه موجود على الكارت، لكن في موظف قال له ان الكارت اللي معاه ده قديم وان صاحب الحانة اتغير من فترة. وهو خارج شاف عربية بينزل منها 3 بنات ومعاهم شاب، وبعد ما مشي وبيبص في العربية لقى فيها نفس البطاقة اللي كان سايبها على التلاجة الشخص اللي خطف مراته، وافتكر ان نفس الشخص ده هو اللي كان موقف الطريق بعربيته يوم ما مراته ما اتخطفت عشان يعطله وما يعرفش يروح البيت بسرعة. بيقفل هيونج ازاز العربية وبيضرب الشخص ده، لكنه بيهرب منه وبيقع هيونج على الارض. بيرن تليفونه، بيكون الضابط اللي بيحقق في قضية مراته، بيقول له انهم لقوا واحدة مقتولة بنفس مواصفات وعمر مراته. بيتعرف هيونج على الصور وبيقول له انها مش مراته، وعرفوا انها واحدة تبلغ عن فقدانها من سنتين اسمها لي يونج كونج، عمرها كان 28 سنة لما اتخطفت، وفي ابريل 2015 اتبلغ عنها انها مفقودة. خدت القضية اهتمام كبير في وسائل الاعلام، وحملات ضخمة من الشرطة كانت بتدور عليها، لكنهم معرفوش يلاقوها في النهاية. بعد ما القضية اتنست بيروح جوزها يسلم نفسه، وبيقابله بعدها هيونج وبيتكلم مع عم مراته المخطوفة، وكتب الشخص ده رسالة لمراته بتسجلها وسائل الاعلام، وبتأثر في مشاعر ناس كتير وبتكسب تعاطفهم، واعتبروها نموذج للحب الحقيقي. بيقابل هيونج تشوي مان شيك، وبيحكي له تشيك على اللي حصل معاه وازاي خسر مراته، واخد هيونج منه كتاب فيه عصابات اتجار بالبشر ممكن يفيده انه يلاقي مراته. بيفتح هيونج الكتاب بيلاقي فيه كارت مكتوب عليه شركة دايسونج المالية، وصور لاشخاص في عصابات الاتجار بالبشر، وهم قاعدين في العربية وقع شخص من مبنى على العربية كانت موجودة في الشارع ومات. بعدها بيروح هيونج لشركة دايسونج وبيقابل المسؤول عن الشركة اسمه دوشيك، بيكون المسؤول ده هو السواق اللي خبط عربيته قبل كده. سأله عن مراته لكنه أنكر انه يعرف اي حاجة عنها، واخده هيونج وعزف فيه عشان يعترف ويقول على مكان مراته. بيتصل زعيم العصابة بدوشيك وبيقول له خلي هيونج يكلمني، بيطلب منه انه يفتح الفيديو ويوريه مراته، وبيطلب منه انه يقتل دوشيك لانه افتكر انه اعترف عليه، واما هيقتل مراته. خد جيسو وبدأ يغرقها في حوض مية، وجاب هيونج حبل وبدأ يخنق دوشيك فعلا لحد ما فقد الوعي، لكن زعيم العصابة افتكر انه مات وطلب من هيونج انه يرجع له فلوسه وهياخد منه مراته. هيونج بيفوق دوشيك وبيبدأ يتكلم معاه عن الشركة، وان زعيم العصابة بيخطف البنات دي وبيبيعها بمبالغ ضخمة وبيتاجر بالبشر. بيسأله هيونج عن مكانه وبيقوله انه موجود في مكان في مقاطعة جوانج دون، لكن ما يعرفش فين بالظبط لانه بيغير مكانه كل فترة. بيبدأ يفكر هيونج ازاي هيرجع شنطة الفلوس من اسم الشرطة، بيقرر انه يسرق الفلوس من الاسم، وانتحل الطيار شخصية المدعي العام اسمه لي جين هون، وراح على اسم الشرطة، وبيدخل ومعاه تشون شيك لقسم إدارة الأدلة، وبيقول للموظف إنه المدعي العام وجاي يراجع القضايا، وطلب منه قضية جيسو. قال له الموظف إن الفلوس هتروح البنك لأن مش عليها بصمات، وقال له إنه هياخد الفلوس لأن مركز التحليل الجنائي محتاجها. بيطلب منهم الموظف يستنوا لحد ما يبلغ المحقق كيم المسؤول عن القضية. بيقول له المحقق إن مفيش رسائل وصلت من النيابة العامة بكده، وشك الموظف إنهم بيكذبوا. حاول هيونج إنه يهربهم ويفجر عربية موجودة قدام الاسم، وبتحصل فوضى وبيقدروا يهربوا بالفلوس. بيتصل هيونج بزعيم العصابة وبيقول له انه قدر ياخد الفلوس، وبيقول له على المكان اللي هيقابله فيه، وطلب من حراسه انهم يقضوا عليه وياخدوا منه الفلوس. بتشوف جيسو شباك في الأوضة مقفول بحديد، وبتقدر انها تفك الحديد بتاع الشباك وتهرب،
لكن في الوقت ده بيجي واحد من العصابة فما بتلحقش سويون انها تهرب هي كمان. لكن بعدها بيجي زعيم العصابة وبيكتشف انها هربت وبتوقف عربية اجرة وبتطلب من السواق انه يوديها على اسم الشرطة. الطريق كان زحمة والعربيات واقفة، جيسو بتنزل من العربية وبتحاول تجري لكنها بتلاقي العصابة قدامها، وبينزل زعيم العصابة من عربيته وبياخدها. بيوصل هيونج للمكان اللي فيه العصابة، بيلاقي الطريق مقفول بحاجز حديدي، بيكسره وبيدخل المكان وبيقابل العصابة. بيحصل قتال ما بينهم وبيتفوق فيه هيونج عليهم، وبيحاول افراد تانيين من العصابة انهم ينقلوا البنات على مكان تاني، لكن تشون شيك وصاحبه اللي معاه بيمنعوهم. ومش بيلاقي هيونج، جيسو موجودة وسط البنات. وبيدخل هيونج للأوضة اللي كانت فيها مراته وبيكتشف انها حاولت تهرب، والشرطة وصلت متأخر واخد هيونج عربيته ومشي. بيقابل عربية في طريقه بيكون فيها زعيم العصابة، بيجري ورا بالعربية وبتحصل مطاردة ما بينهم، وبيخبطهم هيونج بعربيته وبيشوف مراته معاهم. بيحصل اصطدام ما بينهم وبتتقلب العربية اللي فيها هيونج، لكنه الحمد لله بيفضل حي. بينزل زعيم العصابة من العربية عشان يقضي على هيونج، وبيكون معاه بلطة وبيحاول يموت هيونج، وبيسحبه هيونج جوه العربية وبيضربه وبيرميه برا العربية وبيضرب فيه لحد ما بيفقد الوعي. بيروح بعدها هيونج للعربية اللي فيها مراته وبينزلها منها وبينقذها. بتيجي عربيات الإسعاف ووحدة مكافحة الجريمة الدولية اللي تبع شرطة العاصمة سيول، بتعلن إنها قبضت على منظمة إجرامية بتهمة الإتجار بالبشر وبتهمة إجراء عمليات تجميل غير قانونية ليهم، وكمان بتهمة بيع واستدراج الإناث للتوظيف عن طريق الإنترنت وبيعهم للأغنياء جوه وبره كوريا. أشادت الصحف الإعلامية بدور هيونج في الكشف عن العصابة الإجرامية، ونشرت وسائل الإعلام إنهم أخيراً أطلقوا سراح السفينة اللي اخترقت الحدود الصينية واللي كانت وصلت لميناء إنتشون، وصرحت الحكومة الصينية إنها محملة بثمن أطنان من السلطعون الملكي. وأخيراً بقى عند هيونج أكبر مطعم لبيع السلطعون الملكي، وبقى غني والفلوس لعبت معاه، وبيوصل للمطعم هو ومراته وبيحتفل بعيد ميلادها اللي ما كانش عارف يحتفل بيه لما اتخطفت. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.